مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج الصين نحو التحديث. مرحبا أيها المستمعون، نرحب بكم في برنامج الصين نحو التحديث، معكم رشا تلو. مع فتح الصين أبوابها على نطاق أوسع أمام العالم الخارجي، يأتي المزيد والمزيد من الأجانب إلى الصين للدراسة والعمل. إنهم يندمجون في الحياة الصينية ويشهدون تطور الصين. آي جين هوا طالبة كمبودية في جامعة تونغي بمدينة شانغهاي، قبل مجيئها للدراسة في الصين سمعت عدة مرات عن مسح رمز الاستجابة السريعة للدفع باستخدام الهاتف المحمول والدراجات المشتركة والسكك الحديدية الذكية العالية السرعة. ومع ذلك عندما جاءت إلى الصين لرؤية هذه التقنيات المتقدمة وتجربتها بأم عينيها، قالت آي جين هوا إنها أكثر خصوصية وروعة مما تخيلت. بشأن الدراجات المشتركة، قد يكون الكثير من الصينيين معتادين عليها، لكن في رأيي فإن التحكم في مفاتيحها باستخدام هاتفك المحمول هي حقاً تجربة رائعة، ويمكن رؤيتها في كل ركن من أركان المدينة، على الرغم من أنني كنت ساذجة بعض الشيء عندما استخدمته لأول مرة، إلا أنني كنت متحمسة للغاية وشعرت وكأنني وقعت في حلم وسافرت إلى هذا البلد المتقدم. وقد تبدو هذه الاختراعات الجديدة عادية، لكنها مفيدة جداً، حيث توفر للناس نوعية حياة عالية وتلبي احتياجاتهم. وهذا يعني أن العلوم والتكنولوجيا في الصين تتطور باستمرار، كما يثبت حكمة الشعب الصيني. لقد جعل الابتكار العلمي والتكنولوجي حياة الشعب الصيني أكثر راحة، كما جعل الأجانب يشعرون بحيوية ونشاط التنمية في الصين. لبراك مراد طالب جزائري يدرس في جامعة داليان للتكنولوجيا، تركز أبحاثه على التنبؤ بالسلوك المروري المكاني والزماني. إن جو البحث العلمي القوي في الجامعة والعمل الجاد للطلاب الصينيين ترك انطباعاً عميقاً لديه. ولاحظ لبراك أن العلماء الصينيين حققوا نتائج بحثية متميزة في مجال الذكاء الاصطناعي. 80% من الأوراق البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي للعلوم يتم نشرها من قبل علماء صينيين، مما يدل على أنهم يعملون بجد في البحث. وجدت أن بعض الأشياء التي درسناها بدأ تطبيقها بالفعل في الحياة الصينية خلال سنوات قليلة فقط، والشركات الصينية قوية جدا. على سبيل المثال، تحقق نتائج ممتازة في مجالات تمييز الوجوه والقيادة بدون سائق وغيرها. إن الصين التي تبتكر باستمرار تجتذب المزيد والمزيد من الأجانب للانضمام إليها وترسيخ جذورها هنا. أصبحت فوشي هوي من فيتنام طالبة دكتوراه في السنة الأولى بجامعة رنمين الصينية هذا العام، واعترفت بأن الدراسة في الصين أتاحت لها فرصة للتعرف على أحدث العلوم والتكنولوجيا وتمهيد طريق أوسع لتطورها المستقبلي. تتمتع الصين بمزايا فريدة وإمكانات ابتكارية في العديد من المجالات، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الصين بإمكانات ابتكارية هائلة في مجالات مثل المدفوعات الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية. ينعكس الابتكار العلمي والتكنولوجي أيضاً في المجال الزراعي، وفي السنوات الأخيرة ارتفع مستوى العلوم والتكنولوجيا الزراعية في الصين باستمرار، واستمر ظهور الابتكارات العلمية والتكنولوجية الزراعية. يأمل ديفيد، وهو طالب من دولة بنين،
يدرس في جامعة فوجيان للزراعة والغابات، يأمل في جلب المعرفة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا الزراعية التي تعلمها في الصين إلى وطنه لتعزيز التنمية الزراعية المحلية. يعتمد اقتصاد بلادي أيضاً على الزراعة، لكن أساليب المعالجة لدينا متخلفة جداً، لذلك أريد أن أتعلم العملية برمتها بدءاً من الزراعة وحتى المعالجة. وفيما يتعلق بالتكنولوجيا الزراعية، تختلف التكنولوجيا الصينية عن التكنولوجيا التقليدية في بلادنا. على سبيل المثال، طرق الزراعة لدينا واسعة النطاق نسبياً، وإنتاجية المحاصيل منخفضة نسبياً، ولا تزال طرق الزراعة في عصر تقليدي. لذلك إذا أمكن إدخال التكنولوجيا الصينية إلى بلدي، فستكون فرصة جيدة للتنمية. يظهر تقرير مؤشر الابتكار العالمي عام 2023 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن الصين تحتل المرتبة 12 في التصنيف العالمي، وهي الاقتصاد الوحيد لمتوسط الدخل في قائمة أفضل 30 اقتصاداً. كما أشار تقرير آخر إلى أن الصين تفوقت على الولايات المتحدة لتصبح الدولة التي تمتلك أكبر تجمعات تكنولوجية رائدة. إن الابتكار العلمي التكنولوجي ليس فقط قوة دافعة صاعدة تقود التنمية العالية الجودة في الصين، ولكنه يجلب أيضاً ثقة قوية في التنمية الطويلة الأجل للأجانب في الصين. إلى هنا أعزائي المستمعين، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الصين نحو التحديث. نتطلع إلى لقائكم مجدداً.